كاتك واكسة، وانا هقعد مع بتوع امبابة يفصلوا فيا وينهدوا في قلبي على جنيه وجنيه وربع كاتك نيلة؟ هو في احلى بنت من زبايد المهندسين؟ ده كفاية التكييف اللي انت بتبقي قاعدة فيه يا اختي. يا لهوي يا بنت، هو انت لما بتروحي لهم بيدخلوك يفتحوا لك التكييف؟ يفتحوه ده ايه هبلة، ده شغال عندهم كده عمال على بطال طول النهار. المهم انت اول ما تدخلي الشقه تعملي نفسك مؤدبه وعينك ما تفضلش رايحه جايه كده في الشقه، ده صاحبه الشقه تفتكر انك حراميه وتشك فيكي. حراميه ده ايه؟ ده انا هفضل قاعده وحتى عيني في الارض ولا هبص يمين ولا شمال. لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي باصه في الارض، انا عايزه عينيكي دي في وسط راسك علشان في زباين حراميه. حراميه في المهندسين؟ انت بتقولي ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. طب اقول لك، انا كنت مره عند زبونه في المهندسين، دخلت شقتها تقوليش يا بنت قصر، قصر والله العظيم. الولايه كمرت من قدامي ملايه قدام عيني كده. كمرت الملايه؟ اه والله. عملت ايه؟ خدتيها منها؟ هاخد ايه يا موكوسه؟ ما اقدرش، ده هي اللي تطلعني حراميه وتعمل لي جرسه في المكان واخسرها كمان واخسر لقمه عيشي، ما ينفعش. غريبه، انا كنت فاكره بتوع المهندسين دول يا اختي معاهم فلوس مش محتاجين حاجه. طب بذمتك دول يسرقوا ليه؟ امال احنا نعمل ايه؟ وعلي النعمه انت خايبه، المهندسين دي يا بت مليانه بهوات، نسوان حلوه ورحتهم احلى، بس هنقول ايه؟ من جوه هلا هلا ومن بره يعلم الله. كانت كواكسه الدنيا بقت كلها كده، مش مهندسين بس. هنعمل ايه؟ لقمه العيش بقى. انا هنزل، ماما عايزه حاجه؟ ايوه عايزه حاجه. اتفضلي. خير؟ انت كل يوم والتاني ماما عايزه حاجه، ماما عايزه حاجه، وترجع لي تاني يوم الصبح. ماما هو انا مش لسه منقول في المكان ده جديد؟ يعني لازم اثبت نفسي ولا ايه؟ يا حبيب ماما، ما انت لازم تثبت نفسك عندي انا كمان، مش انا حبيبتك؟ طب هقول لك على حاجه، اوعدك يا ستي قبل ما انزل كل يوم همضي لك في دفتر الحضور عندك، خلاص؟ حلو كده؟ حلو قوي. استنى انا عايزك توصلني. تغريد سيبيني في حالي من اولها، انا هتاخر. انا بقول لك الدنيا ما طارتش، ما تصبر شويه. ها نسيت اقول لك، مش ريم كلمتك كذا مره وعايزاك تكلمها؟ ها ما ريم، ما انا يعني حاولت اكلمها كذا مره ما عرفتش اوصل لها بصراحه. يلا بقى عشان مستعجل، ابوس ايدك. الله، اللي يلا بقى عشان مستعجل؟ براحتي. تحت امرك يا شاويش تغريب، اتفضل. بس انت عارف البنت باين عليها قمر، صوتها حلو وذوق. طب والمطلوب دلوقتي يا تغريد افندي؟ كشف هيئه وبسرعه. هو انا فاضل الحاجات دي؟ اما افضل، اما افضل اعمل لك اللي انت عايزاه يا تغريد. اقسم بالله ان ما عملت كده لا اجي لك الاسم واجيب لك ميه وساندوتشات واخليهم يقولوا عليك ابن امك. نهار اسود. لمسه اكتافه تغريد؟ لمسه اكتاف، ربنا يسامحك. يلا يلا بينا. تعالى هنا. يلا ايه؟ أنا قبلك، واسع. يا رب. برضو ما فيش حاجة حلوة. تصدقي بالله يا مدام، والله العظيم تلاتة البضاعة دي ما بتطلع عندي غير للزباين الغاليين. يا مدام ده أنت لو وفيتي عمر أفندي كله ما هتلاقي قطعة منه هناك. أنت مش شايفة الألوان؟ أنت عايزاني ألبس ألوان بلدي كده بالشكل ده؟ بلدي إيه يا مدام؟ ده شغل محلاوي وعليا النعمة، ده موضة موضة موضة. بقولك ايه، لما جبتيش حاجات تانية حلوة ما تجيش تاني. طب قوليلي عايزة ايه وانا اجيبهولك. عايزة حاجات كده شيك، ما تكونش بوليستر. بول ايه؟ في سونيا يا بنتي يا عشجين، هو انتي مش فاهمة؟ انا عارفة يا مدام انتي طلبك ايه، انتي عايزة قمصان نوم قطن، صح؟ ايوة قطن، بس بقى مش اي قطن. لا ما تقلقيش، ده كمان فيه قمصان نوم فسكوس حلوة قوي هتعجبك، عارفاها؟ اه طبعا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما تقلقيش، ده في منهم بقى حاجات حلوه قوي عليهم كنار كده على الصدر، وفي منهم طويل وفي منهم قصير وفي دانتيل من تحت. طب لما هو عندكم مش بتجيبوه لي بقى؟ اصل يعني لا مؤاخذه يا مدام، الحاجات دي ما بتطلعش غير بالغالي. خلاص يا ستي يبقى هاتيلي. ماشي يا مدام، بس معلش يعني احنا لازم ناخد عربون. عربون؟ هو في دلاله بتاخد عربون؟ ايوه يا مدام، اصل صاحب البضاعه ما بيرضاش يطلع الحاجات الغاليه دي غير لما بندفع نص ثمنها، عشان كده بنجيب الرخيص المحلاوي. طيب يا ستي عايزه بقى كام مني؟ اللي تشوفيه يا مدام، يعني شوفي انت كده عايزه كام جلابيه وشوفي اللي تدفعيه. طيب بصي بقى، انا هديكي 30 جنيه بس خلي بالك لو ما جيتيش تاني انا هعرف اجيبك. عيب يا مدام ما تقوليش كده. طب والله العظيم بعد ما نجيب لك البضاعه المره الجايه مش هتشتري غير من عندنا احنا بس. مدي يا اختي، تعالي هنا.
الله، انت يا بنت الامل طلعتي من الولية دي عربون ازاي؟ ده ما بتدينيش جنيه. ايدك بقى حلوه على الفلوس. ايدي على ايه؟ انت مالك بتصرمي عليا كده ليه يا بنت انت؟ جرايه يا اشجان، دي الاستفتاحيه بتاعت النهارده. استفتاحيه ايه يا عنيا؟ ده انا اللي معرفاكي على الولية يا اختي. هاتي نص الفلوس. طه مش هديكي نص الفلوس، بعدين ده اول رزق ليا. في ايه؟ انا اللي تعبت وانا اللي خدت منها الفلوس. انت لسه بتقولي بلسانك دلوقتي ما بتعرفيش تطلعي منها ولا مليم. انا اللي قدرت. يا بنت الايه يا بربنت؟ يا بنت ده انا اللي معرفاكي عليها. سيبك انت، بقول لك ايه، فاكره يا بنت المحل اللي كنت نفسي اكل منه بتاع السندوتشات ده اسمه ايه؟ بتاع المهندسين؟ ايوه ويمبي يا بنت. ايوه ويمبي. يلا بقى هناكل هناك؟ ايوه على حسابك وعليا، انما انا واخده منك نص الفلوس. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب. اخدكي.